ماجد القاضي هشام عثمان شاهين يعني سمى أو مجموع جيد من أوراد السيد علوان الشيخ سيد مساشم السيح الرفاعي بموقعه مركز دار الرفاعي للنشر، جزاه الله خير. وهم حط السيرة الذاتية اللي قريناها من سنة قريناها كنوا من قريناها هي والله اللهم ارحم تضرع عملا وعامل خوف لا تقبل أعمالا واصلح أحوالا الله حزب اللي من الرفاعي الله هذا من مولد الديبعي الله الأهل بالشيخ لا إله إلا الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله وحط صور قرآن هاي بصورة سورة الكهف هذيك يوم قريناها عن قبر الوالد أيوة الكهف وسورة الكهف عجيبة كان الوالد يحبها لأن فيها لقاء سيدنا الخضر هاي سورة ياسين مع سيدنا موسى لا إله إلا الله مبلغ الرضا والله الله من دلائل الخيرات كن غناي الذي ما بعده فلس لكم فكاكية من أغلال عصيان تحية المصطفى أدعية القرآنية هذه مالت آل بعلوي عبد الله بعلوي الحداد أي صح حزب الرفاعي حزب الرفاعي وايد العموم جزاه الله خير أبو ماجد مجتهد ولكل مجتهد نصيب وهو أكيد حاشا وأمه ماجد السيد مساء الشمس مساء الشمس رفع أختي ووالده أخوانه وأخواته وذريتهم كل خير وكان يدتهم أم عيسى صديقة يدت أم حسين وهم كان العم ماجد الشاهين كانوا مدرس لغة كويتية لغة إنجليزية في دولة الكويت القديمة أنا لحقت مرة واحدة في غدا العصرية عند نسيبنا زوج أختي بدون سيد ساشم الرفاعي الله يرحمه العميد خبير استراتيجي عبد الكريم السيد عبد اللطيف السيد خالد نوغربلي كان يشبه يد السيد هاشم الرفاعي من الجيل الذهبي